الرسالة هي أن الحزب وكل الريفيين المؤمنين بالريف الوطن لا يزالون يتمسكون بشخصية الخطابي بصفته رئيسا شرعيا لبلاد الريف. الرسالة الثانية فهي أننا نحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية لكل من فرنسا وإسبانيا ومعهم السلطان العلوي عن كل الجرائم التي اقترفوها في حق الإنسان الريفي، خاصة جريمة قصف الريف بالغازات الكيميائية. أما الرسالة الثالثة فإننا لازلنا نتمسك بحق الريفيين في استرجاع دولتهم وسيادتهم على أراضيهم المحتلة من طرف إسبانيا والمغرب. أما الرسالة الرابعة والأخيرة فهي أننا نرفض كل الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وإسبانيا، يعني المغرب إسبانيا والمخزن، حول الأراضي الريفية، وذلك انسجاما مع موقف الرئيس عبد الكريم الخطابي الذي رفض هذه الاتفاقيات وهو متواجد في المنفى. تبع أخ جميل، المضايقات نتعرض لها كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة، نتعرض عليها على المواقع التواصل الاجتماعي، نتعرض لها في حياتنا اليومية، والآن نتعرض لها في هذا الشكل النضالي المرخص. تصوروا معي متواجدين هنا في أنتويربن بترخيص وبموافقة السلطات البلجيكية، إذ به نتفاجأ بهجوم شرس، بهجوم مخزني بغيض يستهدف النشطاء الريفيين بكلام ساقط ومنحط وغير أخلاقي. بالطبع رسالتي إلى العصابة العلوية وإلى النظام المخزني أننا لن نتراجع ولن نقف، وسنمضي قدما إلى غاية تحرير الريف الوطن. رغم كل المضايقات التي نتعرض لها فهدفنا واضح، هدف أسمى يتجلى في تحرير الريف الوطن. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.